السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات stores.ma. بزاف ديال الناس سولونا مني كيتنفخ ليهم البنو بحال هكا شنو خاصهم يدير. الحاجة الأولى اللي غنوصيكم بها وهي لا تنفخ لك البنو، أول حاجة فكر فيها هي أنك خاصك تبدل البنو. علاش؟ حيت كاين شي ناس كيقول لك لا حقا نمشي بها أنا ماشي مشكل، ولكن راه لا راه يقدر يتفرقع لك وسط الطريق. ضروري خاصك تبدل البنو. والحاجه الثانيه اللي غادي نقول لكم، الا كنتي يلاه شاري البنوات جداد وطرا لك هذا المشكل، من الاحسن تبدل غير داك البنو اللي طرا فيه المشكل. اما الا كانوا شويه قدام من الاحسن تبدلهم جوج، يعني الا تنفخ ليا البنو القدامي على اليمين مثلا نبدلوه هو اللي على اليسار حداه. واحد القضيه، راه خاص البنوات يكون عندهم نفس الموديل نفس السيري نفس العبار نفس كل شيء، يعني الا بدلت الاولاني الثاني خاص يكون بحاله. كنتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين يوتيوب. تهلاو.